صالح بن حمد بن مقارح المري. مشاهدينا الاعزاء، ما زالت الاشواط متواصله والانطلاقات متتاليه. شاهدنا واياكم قبل قليل انطلاقه الشوط الاول الرئيسي، واين ذهب؟ ذهب ذلك الشوط مع مالك الشاهينيه فيصل بن طالب بن شريم المري، وكانت عاليه طاب قوسين او ادنى من انتزاع ذلك الشوط، ولكن الشاهينيه استطاعت مع مضمر القرن الفوز والظفر باول اشواط الفتره الصباحيه. الشوط الثاني انطلق على بركه الله، وهذا الشوط هو الشوط الاول الخاص للزمول، ويشارك في هذا الشوط 23 بعير مشارك. ونذهب مباشره الى مقدمه الشوط في اقوى اشواط الزمول وايضا اقواها على الاطلاق وخيره اشواط الزمول. مقدمه الشوط مع مهاجر المبارك بن محمد بن زايد الخيارين المضمر عتيق بن حمد بن قريع المري، يحتل المركز الاول ويليه من الجانب الاخر المتحد لظاهر بن جمعه بن حارب المهيري. غير الان المتحد على المركز الاول وغير مجريات الامور وانتقل بشعار المهيري الى المركز الاول. ننتقل الى المركز الثاني، التواجد من قبل مهاجر المبارك بن محمد بن زايد الخيارين المضمر عتيق بن قريع المري، والنقله والدور دور المركز الثالث الذيب لجار الله بن محمد بن عقيل المري على ثالث المراكز الدور، والنقله الى رابع المراكز لنرى التواجد من قبل الفارس، وتعود ملكيه الفارس لفيصل بن طالب بن شريم المري، بينما المركز الخامس عند بن مقارح شعار بن مقارح على خامس المراكز رياض صالح بن حمد بن مقارح المري مالك شديده من احتلت المركز الثالث في شوطنا الماضي. مشاهدينا الاعزاء نعود الى مقدمه الشوط. نعود الى مقدمه الشوط والى المتحد. المتحد من اخذ ينطلق في مقدمه الشوط. المتحد شاهدناه في السباقات الماضيه كان له حضور مميز مع هذا الشعار، شعار مالك المتحد، شعار ظاهر بن جمعه بن حارب المهيري، وكذلك التضمير مع ناصر بن حمد بن خميس الهاشمي اللي يقود المتحد في هذا الشوط. ننتقل مشاهدينا الاعزاء الى مهاجر المبارك بن محمد بن زايد الخيارين، مهاجر ايضا من الاسماء التي لمع نجمها في الموسم الماضي وفي المواسم التي قبله عندما كان نشاهده في الاشواط الاولى والاشواط الرئيسيه. متابعه وتضمير مهاجر مع عتيق بن حمد بن قريع المري، الدور دور الذيب، الذيب الذيب على ثالث المراكز، وديروا بالكم من الذيب اللي نشاهده على المركز الثالث، شاهدناه في السباق الماضي كان في هذا الشوط وكان من اقوى المشاركين مع شعار البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ومتابعه وتضمير حمد بن محمد بن عقيل اللي يتابع الذيب في هذا الشوط. النقله والدور دور المركز الرابع، هنا الرياض، هنا الرياض، هذا هو تاريخ مشاهدينا الاعزاء من نشاهده على المركز الرابع، او هنا الفارس لفيصل بن طالب بن شريم المري على المركز الرابع. النقله والدور دور المركز الخامس، هنا الرياض صالح بن حمد بن مقارح المري. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى. ما زالت الامور مع المتحد مشاهدينا الكرام، يرقص في هذا اليوم الرقص الصباحي، الرقص الاماراتي على ارضيه المضمار، ولكن نشاهد الرقص الشحاني من الناحيه الاخرى. الذيب بدا ينطلق، الذيب بدا يتسلل، الذيب بدا بالتقدم، يتقدم يتقدم مع جار الله بن محمد بن عقيل المري لتطحن المعركه مشاهدينا الاعزاء، لتدور او ليدور راح التنافس او لتدور راح التنافس ما بين هذه الزمول، زمول وبنوك المستقبل، بنوك الانتاج. نشاهدها هنا على ارضيه الميدان، الدور دور مهاجر على ثالث المراكز. يا سلام يا مهاجر، يا سلام على هذا الاداء وعلى هذا الشكل الجميل وعلى هذا المرباع مشاهدينا الاعزاء اللي على ثالث المراكز. المبارك بن محمد بن زايد الخيارين المضمر عتيق بن قريع، وانتظروا مهاجر، انتظروا مهاجر في الكيلو الاخير اللي نشاهده على ثالث المراكز. مزعج المضمرين، ما زال هادي، ما زال هادي حتى هذه اللحظات، مهدي مهدي عتيق بن قريع. النقله والدور دور المركز الرابع، الفارس
لفيصل بن طالب بن شريم المري وخامس المراكز من خلال التقدم اللي نشاهده على شاشة التلفزيون اللي أخذ يتسلل سراب لجار الله بن هديبان المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا إلى أعزاء الخمسة المراكز الأولى. ونعود إلى مقدمة الشوط في أقوى أشواط الزمول. الشوط الأول للزمول، الشوط الأول، الشوط الرئيسي. الذيب يقود هذا الشوط، الذيب يسيطر على حربة وعلى رأس حربة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الذيب 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 لجار الله بن محمد بن عقيل المري. ولكن المتحد يتحد مع ثاني المراكز، يتحرك على صعيد المركز الثاني. هذه الثلاثة مشاهدينا الأعزاء من خيرة الزمول، من أقوى الزمول التي عرفناها على أرضيات الميادين، سواء الذيب أو المتحد أو مهاجر، الكل منها في رصيده سجل حافل، سجلاتها حافلة بالإنجازات، كذلك ترشيحات انهالت، ولكن الموقف لا يسمح بالترشيح، الموقف لا يسمح في هذه اللحظات بالترشيح. ولكن نعود إلى الذيب، الذيب مشاهدينا الأعزاء ما زال يسيطر على مقدمة الشوط مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. يا سلام، المتحد على ثاني المراكز ينطلق وانطلاقه ممتازة للمتحد مع ظاهر بن جمعة بن حارب المهيري، ولكن الرياض، ولكن هنا مهاجر، هاجر مهاجر مشاهدين الأعزاء، وفي رصيده سيارتين، من تشاهدونه ينطلق على ثاني المراكز ومن خيرة وأقوى المرشحين لانتزاع ناموس الشوط الأول الرئيسي مع شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين ومع قيادة مزعج المضمرين عتيق بن حمد بن قريع. الله، يا سلام، المتحد والذيب، الذيب والمتحد، وبدأ الرقص، بدأ الرقص مشاهدينا الأعزاء مع الزمول، بدأ الرقص مع الزمول. المهاجر هاجر 1500 متر، مهاجر هو الأقرب للفوز. يا سلام، ولكن الذيب، الذيب الذيب من أصعب المشاركين اليوم، من أقوى المشاركين اليوم، الذيب ومهاجر. الموقف حساس، الشوط الأول، الشوط الأول يا عرب غير حساس، يا أهل الهجن حساس. يا سلام، هذه حساسية الأشواط الرئيسية. ما زال الذيب يسيطر ويتحكم بزمام الأمور. يا سلام، مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن مهاجر، ولكن مهاجر، يا سلام، مهاجر وبدأ المعركة، بدأت المعركة مشاهدينا الأعزاء. مهاجر والذيب، مهاجر لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، يسيطر تمام السيطرة على زمام الأمور على الشوط الأول الرئيسي. يا سلام، مزعج المضمرين أعصابه هادئة، الذيب أيضا لم يصدر الأوامر، مالك الذيب. وشوف الفارس، شوف الفارس، شوف الفارس على ثالث المراكز لفيصل بن طالب بن شريب، يصل مضمر القرن مشاهدينا الأعزاء، رافع راية التهديد على ثالث المراكز. وصول، وصول من الفارس، طار الفارس على ثالث المراكز، ولكن ما زال مهاجر مشاهدينا الأعزاء. انطلق مهاجر، الذيب ومهاجر، الذيب ومهاجر، على وين يا مهاجر، على وين يا مهاجر، على المركز الأول، على ناموس الشوط، ولكن الذيب، يا سلام يا سلام يا سلام، الذيب ومهاجر. الموقف حساس، 600 متر تفصلنا عن معرفة راعي هذا الشوط. يبدو بأن الذيب أخذ يتسلل، أخذ يتقدم مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري، ولكن المهاجر يحاول والفارس قادم. الموقف حساس، الشوط الأول الرئيسي مع الذيب، مع جار الله بن محمد بن عقيل ومع آل عقيل في هذا الشوط. يا سلام، الذيب 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 مشاهدينا الأعزاء، الذيب ذيب الذيب، أهو ذيب، أهو ذيب، ينتزع الشوط الأول الرئيسي بجدارة واستحقاق حل وصيفا في السباق الماضي على الفارس، ولكن اليوم يعود مع جار الله، مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. تهانينا يا البرنس، تهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل، والسلام إلى عزبة بن عقيل، ومشكور يا حمد بن محمد بن عقيل على هذه المواصيل التي وصلت إليها الذيب. تهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل على الفوز بالشوط الأول الرئيسي، تهانينا. والناموس المركز الثاني مهاجر لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، المركز الثالث، المركز الثالث الفارس لفيصل بن طالب بن شريم، المركز الرابع، المركز الرابع لعلي بن راشد بن جهيم المري،
المركز الخامس الحذر لحمد بن متعب المنخس المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للخمسه المراكز المتقدمه الاولى. الذيب ينتزع الشوط الاول الرئيسي للزمول بجداره واستحقاق. تهانينا لمالك الذيب. التوقيت الزمني 9:41 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري على فوز الذيب وانتزاعه للمركز الأول. المركز الثاني اللي وصل في ثاني المراكز مهاجر قاطع عن المسافة في 9:45 وجزئين من الثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وكذلك تهانينا لعتيق محمد بن قرع المري. المركز الثالث اللي وصل في ثالث المراكز الفارس وقطع المسافة في 9:50 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم على فوز الفارس بالمركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء الأشواط متواصلة والانطلاقات متتالية. انطلق شوط جديد وهو الشوط الثالث في مجموع الفترة الصباحية الثاني لفئة الحيل والكلمة وحيل.